السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الأيام القليلة القادمة. نهار اليوم سادت أجواء غير مستقرة في العديد من مناطق المملكة، تركزت فوق منطقة حفر الباطن، الحدود الشمالية وامتدادا حتى منطقة حائل، حيث تكاثرت الغيوم الركامية وهطلت زخات العديد من الأمطار في تلك المناطق، رافقتها بعض حبات البرد ونشط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي استمرار الأجواء غير المستقرة لكن بأقل شدة من الأيام الماضية، وبالتالي زخات أمطار رعدية متوقعة وأيضا برودة لافتة في الأجواء خلال الأيام القادمة. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم الركامية الرعدية في منطقة الحدود الشمالية وامتدادا حتى منطقة حفر الباطن ومنطقة حائل. هي عبارة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي وهطلت زخات رعدية من الأمطار في تلك المناطق. تفاصيل أكثر حول هذه الأمطار نستعرضها في هذه الخرائط، خرائط الأمطار المتوقعة من يوم الأربعاء حتى يوم الأحد، حيث يلاحظ استمرار لحالة من عدم الاستقرار الجوي يومي الأربعاء والخميس واستمرار حتى يوم الجمعة في منطقة حائل ومنطقة الحدود الشمالية وحفر الباطن، لكن سرعان ما ستخف شدة هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي وتميل الأجواء أكثر للاستقرار بالتزامن مع انخفاض على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية. تفاصيل أكثر حول الانخفاض في درجات الحرارة نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع الحرارة السطحية من يوم الخميس وحتى يوم الأحد، حيث يلاحظ درجات حرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في المنطقة الشمالية والشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى. تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملموس على العاصمة الرياض اعتبارا من يوم السبت بسبب امتداد لمرتفع جوي من الأراضي العراقية نحو تلك المنطقة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يوجد طقس صافي مع 21 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الخميس طقس صافي مع 32 درجة مئوية، أما الصغرى 20، يوم الجمعة 30 إلى 18، لكن يوم السبت تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس 25 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 16 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.